حركة اعتيادية في السوق العراقية، سوق لم تتأثر بالانهيارات والإرباك الذي شهدته الأسواق العالمية. يعزو خبراء اقتصاد ثبات مشهد السوق العراقية إلى تفاهم عراقي أمريكي حول الدولار من خلال وزارة الخزانة الأمريكية وإجراءاتها التي تدخل في عمليات تداولية يومية داخلية وخارجية. امتثال التجار العراقيين الرسميين الذين يستوردون السلع بأسعار رسمية 1320 وعدم تضخيم أسعار مبيعات السلع المستوردة سيساهم في زيادة حصتهم السوقية، وبالتالي اضطرار من لا يرغب بالدخول إلى المنصة في الامتثال إلى هذه المتطلبات والاتحاد مع تجار أيضا من نفس الجنس في موضوع التحويل والاستيراد على مستوى ثقيل. يقول مراقبون للشأن السياسي أن استقرار السوق العراقية وعدم تأثرها بمتغيرات الأسواق الدولية هو كونها تعتمد على النفط، وبالتالي فإن السوق العراقية تتأثر بحركة أسعار النفط أكثر من تأثرها بمتغيرات الاقتصادات الدولية. ارتفاع أسعار النفط في العراق أسهم بشكل كبير جدا في أنه ينتعش يعني الاقتصاد في الداخل العراقي، وإضافة إلى أنه عدم الاعتماد على النفط وحده، يعني إضافة إلى تعدد مصادر الدخل وتعدد مصادر الانتاج في الداخل العراقي، وأيضا كان عامل مساهم لاستقرار السوق في الداخل العراقي، إضافة إلى السياسة الحكومية التي في خلالها استطاعت السيطرة على الأسواق وسيطرة على السوق الموازي، أيضا سيطرة على انهيار قيمة الدينار العراقي أمام ارتفاع سعر الدولار. ولم تؤشر مراكز بحث اقتصادي أي تأثر للسوق العراقية بما يدور في الأسواق العالمية محليا. أسباب عدة تقف وراء استقرار السوق العراقية مقارنة بالأسواق الأخرى، لكنه استقرار مرهون أيضا بمقدار تطور الأوضاع أو توترها في المنطقة. من بغداد سلمة القاص، الحرة.